تجلى وابتسما. رمضان طوبى للعبد إذا تنما. فالخير وفير من صرما ينجي المأثوم من النار. رمضان تجلى وابتسما. سلام الأحلى أميرات في العالم، كنت منا تكونوا كلكم لاباس. فيديو اليوم كما هو موضح في العنوان أنا هدر فيه بإذن الله على روتيني في شهر رمضان المبارك. كنت منا إن شاء الله يدخلوا عليكم بالصحة والعافية وطول العمر وبأي أمنية تتحقق ليكم إن شاء الله. إذا كان كمكم هذا النوع من الفيديو بقوا معايا وما تنسوش إذا عجبكم تخليوا لي لايك باش نعمل لكم إن شاء الله روتينات أخرى في هذا الشهر وسافي. قلبك لا يقوى لا يتحمل. مرحبا يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال أهلا. أنا في رمضان ماشي من الناس اللي كينعسوا بزاف، دونك كنفيق تقريبا مع شي جوج ونص كيأذن عنا مع ثلاثة وربع، وكنحاول نصاوب السحور واخا ماشي دائما كنتسحر بصراحه لانه ما كاينش اللي يشجع بوحديتي كنتسحر راجلي ما كيبغيش يتسحر، دونك كنصاوب غير شي حاجه خفيفه هنا كيف ما كتشوفوا. غنصاوب غير غناخذ ياورت وغنزيد عليه دي فروي صافي، هادشي اللي غندير. قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر. سامح أنت الرابح. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول من بعد ما كأذن كنمشي كنصلي. أنا البنات أرفض تماما أنني نوري راسي كنصلي لأنني أعتبره رياء ولأنني أعتبر كذلك أنها مسألة بيني وبين الخالق عز وجل، ولكن هاد الحاجة عملتها على وديتكم نتوما ماشي تبريرا لموقفي ولكن باش ما تهزوش معايا الذنوب وتقولوا أشياء ستعود عليكم بالمضرة. المهم البنات من مورا ما كنصلي كنمشي كنهز القرآن، كنقراه فقط في تليفوني وأحيانا كنقراه في القرآن لأنني كيعجبني نقرا وكذلك نشوف التفسيرات ديالو. أوفيغي عمزيغ أنا كنقرأ وأنا كنشوف التفسيرات لأنه الهدف من قراءة القرآن ليس هو قراءة القرآن في حد ذاته ولكن تدبر المعاني دياله. ولأنني البنات الحمد لله كنقرأ بزاف ولات عندي الملكة ديال القراءة بالعينين، يعني أقرأ بسرعة وهذا كيخول لي أنني نقدر نختم القرآن 4-5 مرات في الشهر. هذاك علاش أنا ما كنلتزمش بعدد معين من الأحزاب، كنبقى نقرأ نقدر نقرأ ساعتين ثلاثة، نقدر نقرأ نصف ساعة على حسب أنا القدرة ديالي في هذاك النهار. وفي نفس الوقت كنحاول كيف ما قلت نشوف المعاني ديال القرآن لأنه الهدف هو الحصول على ولا استخلاص الصفات العظمى اللي نزل عليها الدين الإسلامي، ماشي هو قراءة القرآن دون الفهم. مرحبا يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال. مع 8 ديال الصباح تقريبا كنوجد البنتي اللباس اللي غتلبسو وكنرجع النعاس لانه زوجي هو اللي كيلبسها، هو اللي كيعطيها الفطور، هو اللي كيديها لاكاردوري. مخزن الصوتيات الاسلاميه يقدم قبل
مر ببالي وحي سؤال. ومن بعد كان بغي نتوضع كننظف شويه الحمام لانه بنتي دائما كتوسخوا لي وانا فيها شويه ديال الوسواس. المهم كنتوضى باش نصلي وفوالا هادشي اللي كندير زعما فهاد الوقت. هنا كتكون تقريبا 12. من بعد الصلاه كنتفرج في جوج البرامج، برنامج قمره وبرنامج لاحمد عماره. غنخلي لكم لي ليان ديالهم في صندوق الوصف. رائعين. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماء. من بعد ما كنت فرش في هذه البرامج وربما أحيانا كنت فرش في برامج أخرى، كنمشي للحمام أعزكم الله باش كندوش وكنقوم بروتيني الصباحي. هنا ما وريتكمش الروتيني الصباحي لأنني الله عملته. غنخلي لكم جاي فيديو في صندوق الوصف. وكنستعمل حماية ضد الشمس لأنني غنخرج، كنستعمل هذا ديال شيسيدو. ومن بعد كنمشي للجردة كنقطع النعناع باش نخليه في الثلاجة باش نستعمله في الشاي المغربي ان شاء الله مع اوقات الفطور. لن اقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مر وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان. لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت. من بعد البنات كنخرج شوية حدا الدار نتمشى. الجو قمة قمة في الروعة، مهما وصفت ليكم شحال غزال الجو ما تفهمونيش. الجو ما شاء الله زوين، وكأنه الله عز وجل يعوضنا على داك التلج والبرد اللي عشنا فيه، لأنه في كندا الجو للأسف ما زوينش، ولكن في الصيف كيولي الجو رائع كما كتشوفوا هنا. كيعجبني نتمشى شوية، كنهز معايا غالبا شي كتاب نقراه، أولا كيعجبني ندخل نكتب دي ستاتيو في الفيسبوك، أولا كيعجبني نهضر مع صاحباتي. المهم كان ضروري ما انني نخرج باش ندور شويه، ما كيعجبنيش نبقى جالسه في الدار وما كاين ما يدار، وانا وراجلي كيكون خدام، وانا دابا الحمد لله كملت قرايتي دونك كيما كتشوفوا ما عندي ما يدار، ما نكذبش عليكم. صافي كنبقى كنخرج كنبقى نتمشى شويه كما كتشوفوا، وكنمشي كنجلس حدا واحد الخصيصه حدانا. ما نقول لكمش البنات شحال رائعه، والله ما عرفت كيفاش نوصف لكم الجو، والله يعني رائعه بزاف. كنمشي كنجلس تما شويه كنتامل، كيعجبني نتامل، كيعجبني نسمع احيانا الموسيقى كل مره وكيفاش، من بصراحه كل مره وكيفاش. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان. لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مر وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان.
لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. آثارنا ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. من بعد ما كنمشي كنتقدى، كنمشي لاكار دو نجيب بنتي، ومن بعد كنرجع للدار باش نطيب الفطور ونصلي العصر وصافي. هادشي اللي كندير. اسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنا لما تولد بالنسبة للفطور، كما كنعرفوا كاملين احنا المغاربة ضروري اننا تكون عندنا شوربة في طاولة الافطار. انا هنا غنصاوب الحريرة. بالنسبة للكورياندر ولا شنو سميتو القزبر، كنمشي كناخدو كونجولي مقطع مصاوب من ادونيس. بالنسبة للبنات اللي غيسولوني من خديته فقط من ادونيس، كيتباع تقريبا بدولار ونصف ولا جوج دولارات، شي حاجة بحال هكذا، ما غاليش بزاف. والمعدنوس كنشدو، انا المعدنوس كنحاول انه يكون طري. كنقطع البصلة والمعدنوس، كنحس براسي شوية غريبة انني نوصف لكم كيفاش كنطيب لانه ماشي من طبيعتي، ولكن انا عارفة انه بزاف ديال البنات كيبغيو يعرفوا هاد النوع ديال الاشياء، ولكن هادشي علاش غنوريكم. كناخد ما فيه ما يبقى يقطع. بكل صراحة انا انسانة ما كيعجبنيش نبقى نضيع وقتي في بعض الاشياء. كناخد غير البصلة والمعدنوس وكنقطعهم في هنا في البلاندر ديالي، ولا ما سميتوش البلاندر ولا ما عرفتش شنو سميتو. المهم هاد الروبو كنقطع فيه البصلة والمعدنوس، ومن بعد كنحطهم في شي طنجرة صغيرة. انا ما كنستعملش طنجرة الضغط، كنستعمل فقط طنجرة صغيرة. صافي كندير المعدنوس القزبر البصلة العدس شنو عاوتاني الحمص شوية ديال الزبدة، لانني انا ما كناكلش السمن ما كيعجبنيش، كندير غير شوية ديال الزبدة صافي، وكنخليه وكنزيد لي زيبيس لي زيبيس اللي هما التوابل. كندير شويه ديال البزار سكينجبير شنو عاوتاني كنديرو غير البزار والسكينجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي صافي. هادشي اللي كندير.
وكنزيد عليهم الماء يكون سخون وكنخلي داك الشيء كيطيب في عقل عقله. شهر الله ومضيفه بالأجر الوافر زينه. من بعد ما كيطيب كل شيء كناخد مايزينا أو النشا وملعقة كبيرة من مركز طماطم. بالنسبه للبنات اللي كيدي يستعملوا الطحين انا كيعجبني النشا كيجيني خفيف كتجي الحريره ابن وكتجي خفيفه. صافي كنخلط هذاك الشيء يعني كنخلط الطحين مع طماطم مركزه ومع الماء ومن بعد كنزيدوا على الحريره ديالي باش كيتزاد السمك ديالها ما كتبقاش جاريه كتولي ثقيله شويه. صافي ومن بعد كنزيد بيضه كنشد بيضه وهذه طبعا اختياريه وكنطربها وكنزيدها ومن بعد كنزيد شويه ديال الشعريه في نفس الوقت كنزيد الشعريه مع البيضه وكنخلي داك الشيء كيطيب. صافي هادشي اللي كندير في الحريره ديالي وكل واحد طبعا والطريقه ديالو. عشنا من قبل العصيانا واليوم نشد الأركانا. عشنا من قبل العصيانا واليوم نشد الأركانا. فأوان التوبة قد آنا لنكفر عن من بعد كنوجد الحشوة ديال البطبوط اللي ديجا كنت صوبته البارح وما صورتش الطريقة لأنه غنبقاو 70 عام لأنه الفيديو أنا متأكدة غتكون طويلة بزاف. المهم البنات كنقطع بصيلة كنقطع وقيلة غير نص بصيلة هنا عملت ولا وحدة كاملة هنا عملت وحدة كاملة. كندير معها شوية ديال الفلفلة شويه ديال زيت الزيتون شويه ديال الصدر ديال الدجاج الملحه البزار شويه ديال سكينجبير غير راس المعلقه. كنستعمل كذلك التوابل ديال الدجاج. صافي كنخلي كل شيء كيطيب ومن بعد كنزيد عليهم فرماج كل واحد شنو كيدير. استعملت كذلك شويه ديال المعدنوس اعتقد. صافي كنخلي كل شيء كيطيب ومن بعد كنعمر بهم البطيبيطات الصغيورين ديالي.
كل مرة كنبدل لافارس بصراحة ماشي دائما كندير نفس لافارس، فاش كيكون عندي شي حاجة في الدار هي اللي كندير بيها ماشي كنكلف راسي. ومن بعد باش ما نبقاش حاقرة على راجلي هو تونسي وانا مغربية، كنصوب مثلا الطبق الرئيسي تونسي ماشي دائما كل مرة وكيفاش، ولكن اليوم قررت انني ندير الكسكسو بالبيوفر ولا شو سميتها بالقرنبيط. طبعا ماشي اي واحد غيعجبو هاد النوع ديال الاكل يعني الكسكسو بالحوت، ولكن انا شخصيا كنموت عليه وما كنحسش اصلا بانه بيناتنا فرق ما بين المغاربه والتوانسه والجزائر. كنحس بان عندنا تقريبا نفس الاكل، حتى حنا عندنا في اسفيل الناس كيطيبوا الكسكسو بالحوت. المهم بلا ما نطول عليكم في الهضره، اللي بغيت نقول انني كيعجبني مره مره ننوع في الاكل، ولكن هاد الطبخة هي كتجي بنينة بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم كنجي كنصوبو الكسكسو عادي. انا كندير شوية ديال البصلة، شوية ديال التوابل ديال تونس اللي هي تابل وكروية، كندير الملحة البزار، كندير زيت الزيتون، شوية ديال التومة لانه كندير غير وحيده ولا جوج، لانه الكسكسو ديال الحوت من الاحسن انه تكون فيه شويه البنه ديال الثومه. كندير فيه حتى راس ديال معلقه صغيره ديال الكمون، هذه حتى الاخر باش لانه الكمون لوغو ديالو كيتبدل مع الطياب. كيديروا هما مع شنو سميتو يعني حك ديال الطماطم، هما كيستعملوا كثيرا الطماطم في الاكل ديالهم، وانا كنلتزم بالحاجات اللي كيديروها هما فاش كنكون كنطيب طيابهم، فاش كنكون كنطيب طيابي هذاك حاجه اخرى. المهم كندير شويه ديال الحك ديال المطيشه، وكندير الوريقات ديال سيدنا موسى صافي، وكنخلي داك الشيء كيطيب. هي كتاخذ شويه ديال الوقت باش يطيب. كناخذ في نفس الوقت الكسكسو ديالي، هذا ديال تونس بارفو كندير ديال المغرب، المهم اللي لقيتو كناخدو، وكنزيد عليه شويه ديال الملحه شويه ديال زيت الزيتون، وكنخلط هذاك الشيء كامل، ومن بعد كنوضعو في الكسكاس. هنا دايره واحد الشده على راسي هذاك علاش كتشوفوها، باش نجمع شعري باش ما طيح لي حتى شي شعره في الماكله ولا شي حاجه. المهم من بعد كناخذ شويه كنصاوب لي كيش، لي كيش ديالي ساهلين، كندير غير الديميني كيش. كناخذ كورجيت اللي هي قرع الاخضر، كنزيد عليه شويه ديال القمرون اولا الكروفيت، كنزيد عليه شويه ديال الكوزه، كنزيد عليه شويه ديال الملحه طبعا، وشويه ديال البزار، والكريم ليكيد اللي هو لا كريم فريش اللي كنطيبو بها صافي. وكنعمر لي ميني كيش ديالي، هادو خديتهم ديجا مصاوبين، كنت خديتهم من واحد المحل هنا كاين في مونريال صافي. وكنزيد عليهم شويه ديال الفرماج وكندخلهم الفران. ومن بعد كنمشي كنصاوب التمر، كيعجبني ننوع شويه، ما كيعجبنيش دائما نحط التمر هكاك. المهم هنا كناخذ شويه ديال الجنجلان اولا السمسم، وكنوضع وسط منه العجين ديال التمر، ومن بعد كنزيد عليه شويه ديال اللوز لداخل، وكنحاول نصوبه بشكل طولي، وكنوضعه في الثلاجه لمده ماشي بزاف، لمده نصف ساعه، ومن بعد كنخرجه وكنقطعه. هنا قطعته مباشره باش ما كانش عندي الوقت بصراحه، لانه جاتني شويه صعيبه نصور ونطيب اول مره نديرها.
صافي وكنوضع حتى شويه ديال البريوات لتحت. هاد البريوات كنت استعملتهم كنت صاوبتهم معكم في سناب شات. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على سناب شات ديالي غنخليه لكم في صندوق الوصف. ومن بعد كنصاوب جوج ولا ثلاثه ديال لي بريك التونسيين حتى هما ساهلين مهلين حتى شي نهار ان شاء الله ونصاوب لكم بطريقتهم يعني بشكل مفصل لانه هنا ما عنديش الوقت نبقى نوريكم بلي ديتاي. صافي من بعد ما كنكمل الشغالات ديالي كنحاول نحط الماعن ديالي في لافيسيل باش ما موراها ما تصدمش بالكميه ديال الماعن اللي غنلقى. وكنمشي كنصاوب شويه ديال البخور كان يعني كنجبد المبخره ديالي وكنبخر شويه الدار باش كتبقى عندي ريحه زوينه فاش نكونوا كنفطروا نشموا ريحه زوينه ما تبقاش هذيك الريحه ديال الطياب. صافي كنبخر شويه الدار كنخلي المبخره ديالي في الكوزينه وكنحل السرجم لانه خصكم تخليو السرجم محلول باش ما تخنخوش. صافي هادشي البنات اللي كندير. كنتمنى تعجبكم لا فيديو واذا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك وتخليو لي تعليق وتقولوا لي شنو رايكم فيها باش نعمل لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله. يا ليت كل شهورنا رمضان تصفو النفوس ويزدهي الايمان وتحوم في اجوائنا كحمائم الصدق والاخلاص والاحسان. يا ليت كل شهورنا رمضان شهر الفضيلة يا أعز شهورنا وبك العدا قد دنس الحرمات وغدروا بمن سجدوا بحرمة مسجد.